أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معالي الأخ وزير التعليم العالي، معالي سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور مدير جامعة القاهرة الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أعبر عن سعادتي بتواجدي معكم اليوم خلال هذه الزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لبلده الثاني جمهورية مصر العربية. كما يسرني أن أشارككم اليوم في هذه المناسبة السعيدة وأن أضع حجر الأساس لمشروع تطوير مستشفى قصر العيني. هذا الصرح الطبي ذو الأهمية العملية والتاريخية في المجال الصحي والتعليمي على حد سواء، مما يجعل العمل على تطويره من خلال إعادة التأهيل والبناء أمراً في غاية الأهمية. وكما تعلمون يساهم الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع التطوير بمبلغ 450 مليون ريال سعودي تعادل حوالي مليار جنيه مصري. ويدخل المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى، مما سيكون له بإذن الله أثر إيجابي كبير على حجم ونوعية الخدمات الطبية التي ستقدم للمواطنين. وقد تم اختيار هذا المشروع بسبب العائد الاجتماعي والاقتصادي الكبير له، حيث يخدم شريحة واسعة من المجتمع المصري الشقيق. أصحاب المعالي والسعادة حضور الكريم، تأتي هذه المساهمة في المشروع إماماً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأهمية دعم المشاريع الاقتصادية في جمهورية مصر العربية الشقيقة، وذلك من خلال العديد من القنوات ومنها الصندوق السعودي للتنمية الذي يساهم في دعم مشاريع التنمية في مصر منذ 40 عاماً. وقد بلغ إجمالي ما خصص في جمهورية مصر العربية عن طريق الصندوق السعودي للتنمية من قروض ومنح 12 مليار ريال سعودي، أي ما يعادل حوالي 28 مليار جنيه مصري، خصصت لتمويل 51 مشروعاً تنموياً شملت قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والنقل والزراعة والمياه والكهرباء. وقد شاهدتم يوم الجمعة الماضي مساء أمس توقيع 14 اتفاقية تمويل جديدة منها اتفاقية هذا المشروع، وكل ثقة بأن يحقق مشروع تطوير هذا الصرح الطبي والتعليمي الهام الأهداف المرجوة منه. ولا شك أننا جميعاً نعتز بما تحقق من تعاون مثمر بناء بين بلدينا، مما سيعزز بإذن الله روابط بين شعبين. كما أن الإعلان يوم الجمعة الماضي عن توقيع اتفاقية الحدود وإنشاء جسر الملك سلمان بين بن عبد العزيز الذي سيربط ليس فقط بين بلدينا الشقيقين ولكن عالمنا العربي في آسيا مع بقيته في أفريقيا، وستكون له آثار اقتصادية واستراتيجية في غاية الأهمية. ختاماً أدعو الله أن يوفق القائمين على هذا المنفق المهم في خدمة المحتاجين لخدماته، والسلام عليكم.